أهلا بكم في هذا المساء. أربعة ملفات نطرحها عليكم بحيثياتها وأبعادها. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر إسرائيلي وللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحضيرات إسرائيلية أمريكية لصفقة القرن واستعدادات فلسطينية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني. وسط تصريحات عربية تؤكد أولوية القضية الفلسطينية. مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية يؤكد المساعي المصرية لفتح معبر رفح وإنهاء الانقسام وإنعاش القطاع اقتصاديا وسط استمرار مباحثات الوفد الأمني مع المسؤولين الحمساويين. مناورة عسكرية إسرائيلية أمريكية ضخمة في إسرائيل. محاكاة لسيناريوهات حرب تتعرض فيها إسرائيل لوابل من الصواريخ من عدة جبهات ومشاركة لآلاف الجنود الإسرائيليين والأمريكيين. ولي العهد السعودي يزور مصر لثلاثة أيام ويلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومباحثات ثنائية مرتقبة عن القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا واليمن والمقاطعة الخليجية لقطر. توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في زيارة يلتقي بها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويلقي خطابا خلال مؤتمر أيباك السنوي. زيارة تأتي قبيل الإفصاح عن صفقة القرن ومع قرب الحديث عن مؤتمر أمريكي عربي سيتم الحديث فيه عن القضية الفلسطينية. لقاء إسرائيلي أمريكي يأتي بالتزامن مع تحضيرات فلسطينية لعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله. وتصريحات عربية سعودية تؤكد على إبقاء القضية الفلسطينية على رأس الأولويات العربية. بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشاركة في فعاليات مؤتمر إيبك السنوي. نتنياهو صرح أن هذه الزيارة تأتي أيضا مناقشة لعملية السلام وصفقة القرن الأمريكية والتي رفضها الجانب الفلسطيني. يعني صفقة القرن غير واضحة المعالم، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية اليوم هي منحازة لليمين المتشدد في إسرائيل، وبالتالي هي تريد تقريب الآجال لمدى التفاهم العميق ما بين اليمين الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لفرض مسألة الصفقة الأمريكية. وتزامنا مع زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعقد اليوم أعمال الدورة 149 لمجلس جامعة الدول العربية، والتي من المقرر أن تناقش كافة التطورات على مستوى القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، فضلا عن تفعيل مبادرة السلام العربية. وكانت السعودية قد صرحت بأن التحديات الكبرى التي تمر بها الدول العربية لا يمكن أن تشغل جامعة الدول العربية عن القضية المركزية فلسطين. نريد من الأشقاء العرب وأيضا منظمة التعاون الإسلامي وكذلك أيضا الأصدقاء الأحرار في هذا العالم أن يكون لهم موقف واضح ومؤثر وضاغط على الإدارة الأمريكية. وفي سياق منفصل قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن هناك توصية من لجنة تنفيذ قرار المجلس المركزي بعقد اجتماع للمجلس الوطني قبيل حلول شهر رمضان، وذلك لمناقشة كافة التطورات على الساحة الفلسطينية. ها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي وسط مساعي عربية وفلسطينية للضغط على الإدارة الأمريكية لتنال هذه الخطة رضا الأطراف كافة. من مدينة رام الله، عبد الرحمن الكحلة، i24 نيوز. والخوض في عمق هذا الملف ينضم لنا في الاستوديو الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية السيد شكيب شنا، مرحبا بك. والمستشار السابق لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية السيد ألون أبيطار، مرحبا بك. والقيادي في حركة فتح الدكتور أحمد غنيم، مرحبا بك أنت أيضا. سيد شكيب دعني أبدأ معك. هناك من يقول بأن زيارة نتنياهو هذه مهمة فيما يتعلق بصفقة القرن واللمسات الأخيرة لربما تطبخ فيما يتعلق بهذه الصفقة، كيف تقرأ زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بترامب؟ أنا بسميها استراحة محارب. نتنياهو ذهب إلى أمريكا دون حاجة.
السبب الأساسي لزيارته هي مؤتمر إيباك واجتماع الوكالة الصهيونية من أجل توديع السيد نتن شيرانسكي رئيس الوكالة حتى الآن. وبما أنه موجود هناك يتم لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي ليستمر في إيش؟ بشغل واحد، نتنياهو حصل على هدية من السماء يريد أن يحافظ عليها ويدفعها إلى الأمام، ويعمل كل ما في جهده من أجل أن يضفي على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كل الحب وكل التقدير وكل الاحترام، وأن يدعوه ليأتي لزيارة القدس في شهر أيار عندما يكون عيد استقلال دولة إسرائيل 70 وانتقال السفارة وكل هذه الأمور. يعني اليوم حصل، يوجد لديه كرئيس حكومة دولة إسرائيل اليوم، دعك من بقية الأمور جانبا، إنجاز يريد أن يحافظ على هذا الإنجاز، ولذلك وجوده هناك طبيعي سيعطي يعني كل ما يمكن أن يعطى من احترام وتقدير ومحبة وألفة ودعوات وتكبير وتبجيل للرئيس الأمريكي على موقفه، ويدعوه ليأتي لزيارة إسرائيل. لا يوجد حتى الآن، رغم أنه يجب أن نذكر أن الساحتين مهزوزتين، ساحة نتنياهو الداخلية مهزوزة، وفي هذا الأسبوع ترك من ورائه ائتلاف شبه مهدم، خلافات بالرأي بين العناصر المركبة لهذا الائتلاف، ترك الصبية يلعبون، وعندما يعود في يوم الجمعة سيظهر ما هو توجهه المستقبلي. يعني اليوم وكأنه ترك التحقيقات وترك الملاحقات الصحفية وإلى آخره، وذهب إلى الميدان الذي يستطيع أن يفلح به ميدان، يعني هذا ميدان نتنياهو. يعني هناك يشعر بعيد عن كل النقد وعن كل الأمور، ويشعر مرتاح، ويشعر هو موجود في أمريكا ويخاطب الشعب الإسرائيلي. لا يخاطب أعضاء ائتلافه، يخاطب الناس ويقول لهم ما يقول، ويتعهد بالاستمرار في إبلاغ الناس عن إنجازاته ونجاحاته. وطبيعي بدون أسئلة وبدون لهب 4-4-3 وبدون نير حفت وبدون شاول ألوفيتش وبدون حتى كحلون يعيش مع سارة بقية هذا الأسبوع ليهدئ من روعه. سيد ألون، يعني هناك من قال وحتى صحيفة هارتس الإسرائيلية بأن نتنياهو في هذه الزيارة يحاول الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للتسريع لربما في صفقة القرن، وحتى هناك من قال بأن الصفقة كانت ستطرح لربما في أواخر الشهر الماضي ولكنها تأجلت بسبب الموقف الفلسطيني الثابت والرافض للوساطة الأمريكية الوحيدة. أظني زي قال كمان حبيبنا شنان هون إنه نتنياهو بيطلع على أمريكا بدون أي قلق، ما في خوف، ما في قلق، ما في عدم تعارف بالنسبة ل. مش راح يلتقي مع أوباما. هاي السبب الرئيسي. أذني حسب نتنياهو، وكمان لازم نقول إنه قبل زيارات زي هيك من هذا النوع في تنسيق كامل بين الجانبين قبل الوصول رئيس الوزراء لأمريكا. ما في مفاجأة في الطريق. مش في الأيام القريبة، وكمان بده يتأكد إنه ما بتكون مفاجأة في المستقبل القريب فيما يتعلق بالصفقة. أكيد في بالصفقة، وفي شغلات تانية شنان ذكرها هيا هلا. أول إشي لازم نعرف إنه أذني حسب تحليلي إنه نتنياهو بده يرجع من أمريكا مع شنطة، وفي الشنطة بده كم شغلات مهمة. أول إشي هو أول شغلة هو بده يتأكد أو تأكيد أمريكي إنه ما بتكون أي مفاجأة بالنسبة لصفقة القرن من ناحية المواقف الوطنية الإسرائيلية، المواقف السياسية الإسرائيلية. وكمان نتنياهو بيعرف وترامب بيعرف كمان إنه ما يكون الاثنين عارفين إنه نحن بنحكي هلا على نهاية دور محمود عباس في قيادة السلطة. في هذه الظروف ما بتكون أي مفاجأة كمان من الجانب الفلسطيني.
ما في حكي على أي كومبروماز، على أي تنازل، على أي تغيير بالنسبة للمواقف الوطنية الفلسطينية بمواضيع المركزية الثوابت. ثاني شيء، الموضوع الثاني إنه نتنياهو بده يرجع في الشنطة، هي وعد أمريكي إنه راح يقبل نقل أو انتقال السفارة خلال يوم الاستقلال الإسرائيلي. هذه بتكون من ناحيته أحلى هدية للشعب، وهو يريد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دكتور أحمد، هناك قضايا مهمة على المستوى السياسي الفلسطيني. بالأمس القريب كان هناك الحديث عن صفقة القرن، ولكن لم تكن هناك ملامح واضحة. ولكن اليوم الفلسطينيون لربما قيادة وحتى شعبا يعلمون بأن هناك ما يحبك لربما في الأوساط الأمريكية والإسرائيلية حول هذه الصفقة، وما زال الرفض الفلسطيني وما زال الموقف الفلسطيني ثابت فيما يتعلق بالرفض الأمريكي. يعني أنا أريد أن أشير أولا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يذهب للولايات المتحدة وهو يترنح. ليس هو فقط يترنح بسبب يعني التحقيقات التي تلاحقه، كرسيه يهتز تحته وحكومته تترنح أيضا على خلفية الصراع بين الحاردين المتدينين وغير المتدينين وقضايا كثيرة. الحكومة تترنح، والحمد لله رئيس عباس مصيره بيد رب العالمين مش بيد إسرائيل. يعني بيقرروش أن انتهى دوره ما انتهى دوره، بس نتنياهو بيد المحققين وبيد المحاكم وبيد الحكومة التي تترنح، وبالتالي مصير الذي حسم هو مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي وليس مصير رئيس أبو مازن. هذا يعني يجب أن يكون واضحا ومفهوما. الجزئية الثانية، نحن كفلسطينيين رفضنا صفقة العصر لأنها صفقة أولا يعني ملامحها بالكامل ليست ملامح واضحة، وأنه جاء واحد تبنى الموقف الإسرائيلي، جاء رئيس أمريكي تبنى الموقف الإسرائيلي وأراد أن يسوقه. العالم ليس فقط هو يترنح، حكومته تترنح، صفقة القرن بنفسها تترنح بعد أن وقف الأوروبيين موقفا مختلفا وتبنوا مبادرة الرئيس أبو مازن وبدأوا يتحدثوا عن تغيير مكونات صفقة العصر وبالتالي تغييرها بالكامل يعني أنها انتهت. أيضا العرب الذي راهن عليهم أبو الرئيس ترامب، راهن على بعض العرب، العرب شعروا أن هذه قضية ليست سهلة وهي قضية حاسمة بالنسبة للأمة العربية، وأن أي زعيم عربي يتلاعب بمصير القضية الفلسطينية سوف تحرق أصابعهم. لن يتحمل أي زعيم عربي اتخاذ موقف تحت سقف الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني أي رئيس كان. بدأ هؤلاء يعني بعض المغامرين في المكونات العربية بدأوا يدركوا أن الواقع كثير أصعب من أحلامهم المتعلقة في كراسيهم، وأن الأمر مصيري ويتعلق بمصير الأمة العربية ومصير الشعب الفلسطيني ولا يستطيع أحد التلاعب به. لذلك نحن هادئين واثقين أننا على صواب وعلى حق وأن مشروعنا هو الذي يبقى. لماذا مشروعنا الذي يبقى؟ ظهر للعالم أن الذي يدافع عن حل الدولتين، الذي يدافع عن المسيرة السياسية هو الطرف الفلسطيني، بينما الذي يدمرها وبدأ يساهم إلى جنب إسرائيل وبدأ يساهم إلى جنبه مغامر أمريكي جاء من قطاع لا علاقة له لا بالعمل السياسي ولا بالعمل العام. نعم، قبل العودة لسيد شكيب دعني أكمل، يعني هناك سؤال آخر أيضا. المجلس الوطني الفلسطيني ربما هناك توقعات بأن يعقد قبل شهر رمضان، والحديث بالتزامن في هذا الشهر الحاسم حسب ما وصفه الفلسطينيون فيما يتعلق بمؤتمر أمريكي لربما عربي سيتحدثون فيه أيضا عن صفقة القرن. هل من خطوات فلسطينية مستقبلية ربما في هذا الشأن عندما علموا كما تحدث صائب عرقات أمين اللجنة التنفيذية بأن هناك إملاءات ستفرضها الإدارة الأمريكية على الجانب الفلسطيني؟ شوف، أنا جاوبت على مسألة الإملاءات. لن يستطيع أحد أن يفرض علينا إملاءات. اليوم ربما ينظر لنا العالم بأننا الطرف الأضعف في هذه المعادلة، قد لا نستطيع بهذه الظروف الموضوعية والظروف الذاتية أن نفرض الحل الذي نريد، ولكننا نستطيع أن نرفض الحل الذي لا نريد. هذه يعني قاعدة أصبح يفهمها العالم بأكمله. المكون الثاني وهو مكون أساسي، نحن في الحالة الفلسطينية في أجندة وطنية متعلقة في إعادة ترتيب الواقع الفلسطيني. العلم الاجتماعي كثير أقوى من العلم السياسي، هناك تغيرات كثيرة في المجتمع الفلسطيني حدثت منذ المجلس الوطني إلى الآن. أصبحت هناك قوة جديدة في الحالة الفلسطينية وعليها أن تمثل في المجلس الوطني، ونحن منفتحين باتجاه عقد المجلس الوطني وهو أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في قبل رمضان القادم إن شاء الله، وإدخال كل المكونات الفلسطينية للمجلس الوطني وإعادة انتخاب اللجنة التنفيذية وإعادة ترتيب الواقع الداخلي الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس وكل المكونات. بدي أذكر سيدنا إغنام إنه الحكي على تبادل الرئيس الفلسطيني أو من يكون الرئيس الفلسطيني الجاي ما بيجيش من قدس، بيجي من رام الله. المحادثات على هذا السؤال موجودة في رام الله ولازم نذكرها، في رام الله في المقاطعة وفي كل الدفة في دجة كبيرة
على موضوع هاي ومش من قدس. نعم سيد شكيب بأقل من دقيقة. ما فيش ضجة على الإطلاق، هناك نقاش فلسطيني طبيعي وموضوعي في هذه المسألة، ولكن الحمد لله رب العالمين أن مصير القائد الفلسطيني ليس بيد الاحتلال، بيد رب العالمين. مزبوط. رئيس الوزراء الإسرائيلي محكوم بال404 وبالغرف التحقيق، وهو اللي سيصح فيه. نعم سيد شكيب، هل نتنياهو بالفعل يريد كما ذكرت صحيفة هارتس تسريع في صفقة القرن، أم أنه يريد فقط خطوات رمزية كنقل السفارة وقدوم ترامب من دون الحديث عن حل نهائي؟ بدون أدنى شك نتنياهو غير مسرع. لا يعني طبيعي إنه إذا استطاع ترامب أن يطرح الخطة كما هي، هذا ما يتمناه نتنياهو، لأنه هذا يتحدث وكأنه يتحدث ليس فقط من عقل نتنياهو إنما أيضا من قلب نتنياهو. ولكن الأمور على ما يبدو ستجري الرياح بعكس ما تشتهي السفن. نتنياهو غير نقول قدميه غارستان بالوحل. نعم. وموضوع استمرار أو عدم استمرار حكومته مربوط أكثر إشي فيه، واعتباراته ليست فقط اعتبارات السلام، هنالك اعتبارات أخرى يأخذها. نعم. بالحسبان، هي التحقيق، قرار المستشار القضائي للحكومة، وأيضا ما حولهما. نعم ضيوفي في الاستوديو ستبقون معي مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل إلى الملف الثاني. قال مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية سامح نبيل إن مصر تتحرك في 3 مسارات من خلال زيارتها إلى قطاع غزة. وأوضح نبيل أن المسارات هي إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وتسهيل فتح معبر رفح وإنعاش الوضع الاقتصادي في غزة. وقال نبيل أن الوضع الأمني في سيناء هو المحدد الرئيس لآلية فتح وإغلاق معبر رفح في الأيام القادمة. هذا والتقى الوفد المصري أيضا بقيادات حركة الجهاد الإسلامي حيث بحثا تطورات ملف المصالحة. في سياق منفصل أفادت أنباء إسرائيلية عن أن محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية لمنع بناء منظومات صاروخية حمساوية في الجنوب اللبناني. أنا أعتقد أنه يعني لدينا الحرص الكامل حول مسألة إزالة كل العقبات أمام مسار المصالحة. نحن ندرك أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها في هذا الظرف، تحديدا في ظل مواقف الولايات المتحدة الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني والتي تحاول مساس بحق عودة اللاجئين والقدس كعاصمة لدولة فلسطين، وأيضا استفادة حكومة نتنياهو من هذه الأجواء حيث تمضي قدما بناء وتوسيع مزيد من الاستعمار الاستيطاني ومحاولة فرض الواقع على الأرض. لهذا الأمر نحن رحبنا بذهاب الوفد المصري إلى قطاع غزة، ونرحب بالجهد المصري وندفع به تماما من أجل أيضا تضافر كل جهودنا من أجل كفية إزالة كل العقبات أمام مسار المصالحة لتفضي إلى وحدة وطنية فلسطين جدية وحقيقية على صعيد كل الوضع الفلسطيني في مواجهة التحديات والمخاطر. مجددا أرحب بضيوفي في الاستوديو السيد شكيب والسيد ألون وأيضا دكتور أحمد غنيم. دعني أبدأ معك دكتور أحمد، كان بالأمس هناك قرار من قبل الحكومة الفلسطينية بدمج 20,000 موظف من حركة حماس في ميزانية السلطة لعام 2018، وكان هناك موافقة من قبل الرئيس الفلسطيني قبل قليل على هذه الميزانية، والأمور تتحرك في ملف المصالحة على الرغم من وجود عقبات عديدة، وحتى رأينا بيان الوفد الأمني المصري هو يريد إنهاء الانقسام وإنعاش الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. نعم صحيح، يعني هناك تحرك في عملية المصالحة، والحكومة الفلسطينية رصدت الميزانيات اللازمة لحل الإشكال المتعلق في الموظفين. المسألة الآن تتعلق بمزيد من وعي الفصائل، الانتقال من وعي الضرورة. الفصائل جاءت إلى المصالحة من وعي الضرورة، عرفت أنه لا خيارات أخرى لها. نحن نريدهم أن ينتقلوا من وعي الضرورة إلى وعي الواجبات. صحيح عرفنا أن ذلك يعني هو اضطرار لنا جميعا أن نذهب لهذه المصالحة، حيث أنها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ولكن وعي الواجبات هو ضرورة أخرى يجب أن تملكها الفصائل. أنا أدعو كافة الفصائل إلى الانتقال من وعي الضرورة إلى وعي الواجبات. الواجب يفترض علينا أن نتنازع عن صغار الأمور، عن الأمور التفصيلية الصغيرة، وأن نخطو بخطوات أوسع لتغيير الواقع اليومي للمواطن الفلسطيني. دون تغيير الواقع اليومي، الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، هذا يعني هذه المصالحة ستبقى تترنح. قيادات الفصائل، كوادر الفصائل، جماهير الشعب الفلسطيني مطالبة بحماية مشروع المصالحة. نحن ندعو إلى
حاضنة شعبية والحماية شعبية لعملية المصالحة حتى تنتقل القيادات الفلسطينية من وعي الضرورات التي سحبتها إلى هذه المصالحة وجاءت بها لطاولة الحوار إلى وعي الواجب ووعي واجبات متطلبات الواجب من كل هذه الفصائل. أعتقد أننا ربما مقبلين على ذلك خلال المرحلة القادمة. هناك صعوبات على الطريق دائما، ولكن نريد من الجميع أن يمتلك النوايا الحسنة للتقدم في هذا المشروع المصيري والحاسم. نعم سيد شكيب، يعني هناك اليوم طرف ثالث في قضية المصالحة الفلسطينية، طرف معني في هذه المصالحة وطرف يريدها لمصالح لربما أمنية وحتى سياسية داخلية، وهو الطرف المصري. ورأينا الوفد الأمن المصري يستمر في لقاءاته المكوكية، يلتقي بقيادات حركة الجهاد الإسلامي، بقيادات حركة حماس، ويحاول التقدم في ملف المصالحة. أنا بآمن أنه ما يجري في سيناء لا يختلف كثيرا عما يجري في غزة. هنالك تنسيق إسرائيلي أمريكي مصري في كل ما يتعلق فيما يجري في سيناء، والمداخلة المصرية في القضايا في قضية غزة يعني شئنا ما بين رغم انسحاب دولة إسرائيل من داخل غزة، ولكن المسؤولية في نهاية المطاف على أي أزمة بشرية قد تقع في غزة هي على دولة إسرائيل. لا يستطيع أحد أن يهرب من هذه الحقيقة، لأنه من يملك المفاتيح هو صاحب الدار. إسرائيل مسؤولة عما يدخل وعما يخرج من غزة، ولذلك لا تستطيع حتى إذا قالت أنا غير موجودة والموظفين الفلسطينيين كان واضح أنه لا يمكن أن ترمي بكل موظفي حماس. يعني أنت بتعمل مصالحة بترجع موظفي فتح وبتزيد موظفي حماس، يعني من سيعيلهم؟ من أين سيأتي مصدر رزقهم؟ وكل هذه الأمور، هذه الأمور كلها ثانوية. السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لمصر في نهاية المطاف، هل سينتج عن المصالحة تفويض كامل من حماس لقيادة رام الله أن تستمر في نهج المفاوضات السياسية؟ وهل الموضوع يعني بغض النظر عن الصفقة قبولها أم رفضها، هل ستتنازل حماس عن ذلك؟ السؤال الثاني الذي يهم أكثر بكثير هو هل تتنازل عن حماس عن قوتها العسكرية وسلاحها وسيطرتها العسكرية، كتائب عز الدين القسام وغيرها الموجودة هناك؟ وهذه هذين الأمرين الأساسيين اللذان يهمان إسرائيل ويهمان أمريكا، ومصر تحاول أن تكون وسيط من ثلاث منطلقات. المنطلق الأول كي تمنع التقارب بين حماس وداعش في سيناء، والسبب الثاني أن تكون، وطبعا مصر كانت حتى الرئيس السادات في خطابه عندما زار الكنيسة تحدث بشكل واضح أنه ليس ممثل الشعب الفلسطيني، ولكنه لم يتنازل عن القضية الفلسطينية مقابل حصوله على سيناء. والشيء الثالث والمهم بالنسبة لمصر هو أن تحظى باستمرار العلاقة الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيد أفياتار، هناك رسائل أيضا قدمها الوفد الأمني المصري إلى حركة حماس وحتى الجهاد الإسلامي كما تقول الأنباء الإسرائيلية وسائل الإعلام الإسرائيلية، منها فيما يتعلق بتصعيد عسكري آخر لربما مع إسرائيل، وكان هناك نوع من التحذير المصري. إذن هناك أيضا رسائل على سبيل المصالحة الفلسطينية وعلى سبيل آخر وهو سبيل التصعيد مع إسرائيل. مع كل الاحترام للموظفين تبع حماس في غزة، في مصالح أعلى منهم ولازم نشوف الصورة الكاملة. الصورة الكاملة وهلا نحكي على الظروف الجديدة في الأسابيع الأخيرة وخاصة في الشهر الجاي، والظروف هم كالتالي: في الشهر الجاي في انتخابات في مصر، ومصر بدها استقرار أمني من أجل هذه الانتخابات، بدهاش أزمة، بدهاش تصعيد، بدهاش اشتباكات، بدهاش عملية إسرائيلية داخل قطاع غزة. وثاني شيء بدها تنسيق معين، حماس بقدرش تعطي كل الشنطة بس بدها تنسيق معين كمان، وأحسن من أكثر من هيك بدها تؤدي حماس إلى إيجابيات أمنية في شمال سيناء، عشان الموضوع المهم أهم من كل الشغلات هاي من ناحية مصر هو زي قال شنان هو الاستقرار الأمني والعملية المصرية ضد داعش في شمال سيناء. ما دام ما في استقرار أمني وهدوء
في شمال سيناء، مع بغافح يكون مسكر، وما يكون اي بتكون اي ما بتكون اي تقدم بموضوع المسالحه، وما بيكون اي شيء اي تغيير ايجابي بهذه الشنطه او هذه الصوره. ثاني شيء وبدي اكمل بهذا الموضوع، نعم. وملاحظه اخيره انه الظروف او خلينا نقول الاشتباكات او الخلافات بين السلطة وبين حماس ليس موجودة على الطاولة. شو يتغير؟ ولا يتغير ولا أي شيء. عباس من غمالة بدوش تقدم بالموضوع المسالحة، بدوش تقدم جوهري، وحماس أو شروط حماس مختلفة جدا من شروط السلطة. هاي القصة دكتور أحمد، هل يمكن أن تحصل مصر على ما تريد منها في قضية الأمن ومنها في قضية عدم وتواجد تصعيد عسكري ما بين إسرائيل وحركة حماس من دون التوصل إلى اتفاق ما بين حركة حماس وحركة فتح فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني؟ مصر بتواجه تحدي عالي في موضوع سيناء وفي موضوع مواجهة الإرهاب في سيناء، هذا حقيقي. وهذا التحدي فيه معوقات كثيرة يعني لإنجاز أمني كبير، منها مكونات العسكرية المصرية وفقا لاتفاق كام ديفيد بين الحكومة الإسرائيلية ومصر. وفقا للاتفاق في تعقيدات، مصر سيناء مقسم لأربع أجزاء، الضفة مقسم لثلاثة، سيناء لأربع أجزاء A B و C و D، يعني في مناطق لا يتواجد فيها الأمن المصري في، وحدود الإمكانيات العسكرية يجب أن توافق عليها إسرائيل، وبالتالي لا تستطيع مصر أن تخطط تخطيط شامل في مواجهة هذه العملية. هذا تعقيد من الجانب الأول. من الجانب الثاني هناك تعقيدات أخرى. أنا أعتقد أن المصريين مطالبين بإعادة مراجعة المصالحة الاجتماعية بينهم بين مكونات المجتمع المصري. الأمة العربية بأكملها تتكون من تكوينين، التكوين الأول التيار القومي البرغماتي الوطني والتيار الإسلامي. مصيرهم إما أن يتفاهموا ويبنوا بلادهم من جديد، وإما أن يتحاربوا ويدمروا بلادهم. على الواعيين والمثقفين ومستويات السياسية المتقدمة في مصر أن تعي أن علم الاجتماع أقوى من علم السياسة. هذه مكونات الوطن العربي، إما أن ننتقل بشعوبنا إلى تغيير آمن أو ندمر بلادنا. هذا هو الواقع. وبالتالي ليس فقط المصالحة الفلسطينية وليس فقط الخطة العسكرية التي يمكن أن تحسم الصراع في سيناء، وإنما أيضا يجب أن يدخل العامل الآخر وهو الاعتراف بالمكونات السياسية لكل المجتمعات العربية والفلسطينية والمصرية. نعم دكتور فلسطيني. أحمد غنام القيادي في حركة فتح، شكرا جزيلا لك. الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد شكيب شنان، شكرا جزيلا لك. سيد ألون أفياتار المستشار السابق لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، شكرا جزيلا لك أنت أيضا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال باقي ملفاتنا في هذا المساء، ابقوا معنا. حديث ظاهر وفي جنبات الأروقة الضيقة ومن وراء الأبواب الموصدة حديث آخر، حوار ما بين ظاهر الأمور وباطنها، ولقاء بشخصيات تركت بصمتها، يأتيكم في الأوقات التالية. لكل خبر سياسي خلفية اقتصادية، ووراء كل قرار ركيزة مالية، وفي كل ملف مصالح مادية. سياسة واقتصاد وأسواق بالمرصاد، حروب ونزاعات، سلع وابتكارات، وبين هذا وذاك مواطن أو مستهلك في وجه التداعيات. الملفات الاقتصادية تأتيكم في الأوقات التالية. في كل بلد روايات لم تحكى من قبل، وتحت كل حجر قصص لا تنتهي، وفي كل بقعة أرض حكاية لا تختفي، وبين آثار الماضي ومعالم الحاضر سرد تاريخي يصقل المستقبل، وبين قدم النقش الحجري وحداثة الفن المعماري معالم ترسم حضارات الشعوب، معالم
يأتيكم في الأوقات التالية. مع تفاقم الملفات تشتعل الشبكة، مهرضون ومعلقون وشاشات صغيرة، والجميع سواسية مواطنون ومسؤولون. حرب بالوكالة والوكلاء في حرب، وفقط هنا الفضاء متاح والنقاش مباح. حديث الشبكة يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد في هذا المساء، مستمرون مع ملفاتنا المتبقية. مناورة عسكرية إسرائيلية أمريكية ضخمة في إسرائيل، محاكاة لسيناريوهات حرب تتعرض فيها إسرائيل لوابل من الصواريخ في عدة جبهات، ومشاركة لآلاف الجنود الإسرائيليين والأمريكيين. ولي العهد السعودي يزور مصر لثلاثة أيام ويلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومباحثات ثنائية مرتقبة عن القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا واليمن والمقاطعة الخليجية لقطر. بدأ الجيشان الأمريكي والإسرائيلي اليوم سلسلة مناورات عسكرية مشتركة في أنحاء متفرقة من إسرائيل خلال تدريبات ضخمة يشارك بها 2500 جندي أمريكي، فضلا عن مشاركة 2000 جندي إسرائيلي، يتم من خلالها محاكاة حرب حقيقية على إسرائيل تتعرض على إثرها الأخيرة إلى هجمات بوابل من الصواريخ من عدة جبهات، واستخبارات فعلية لمنظومات الدفاع الصاروخية من بينها منظومة الحتس والقبة الحديدية. انطلقت في أنحاء مختلفة من إسرائيل اليوم مناورات الجونيفر كوبرا العسكرية المشتركة التاسعة للجيشين الأمريكي والإسرائيلي. يشارك الجيش الأمريكي ب2500 جندي ينضمون إلى 2000 جندي إسرائيلي خلال هذه المناورات. نجحنا بتطوير علاقة العمل فيما بيننا ونعمل على زيادة قابلية التشغيل. تهدف هذه المناورات إلى تحسين جاهزية التصدي لتهديدات صاروخية من خلال استخدام منظومات مضادة للصواريخ مثل خيتس والقبة الحديدية ومقلاع داود وباتريوت. ليس لدينا بديل آخر من أن نكون على أهبة الاستعداد وأن نستبق العدو بخطوات. تحاكي مناورات الجونيفر كوبرا مختلف سيناريوهات الدفاع الجوي، بما في ذلك إطلاق صواريخ ضخمة على إسرائيل. حاكت التجربة عدة سيناريوهات لإطلاق صواريخ من الساحل، وقد اكتشفتها المنظومة ونجحت في اعتراضها. وتشمل هذه المناورات عدة اعتراضات حية للصواريخ، ويتخللها محاكاة حاسوبية متقدمة لمعظم السيناريوهات التي تتعامل مع التهديدات الصاروخية. تستمر مناورات الجونيفر كوبرا حتى منتصف الشهر الجاري أذار مارس، وبعد ذلك ستستمر أنشطة مشتركة إضافية بين الإسرائيليين والأمريكيين حتى نهاية الشهر. وينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي ومراسل صوت القاهرة سيد خميس أبو العافية، مرحبا بك، والخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد أمير أورا، مرحبا بك. أنت أيضا في البداية وعلى ما يتحدثون عنه من تدريبات عسكرية لتحسين القدرة الدفاعية لربما لإسرائيل، هناك رسائل سياسية أكيد لهذه التدريبات، ما هي أبرز هذه الرسائل التي تريد أن توجهها إسرائيل للعالم وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل نفسها؟ هناك رسائل إسرائيل تريد أن تنقلها، هناك رسائل الولايات المتحدة تريد نقلها. هذه التدريبات تتم مرة كل عامين، هذا ليس أمرا جديدا، إنها جونيفر كوبرا 2018، كان قبلها 2016 وهكذا دولي كل عامين، كما يحدث في مصر تدريبات ومناورات برايستر. الطريقة الأمريكية إن عندما يوجد حلفاء وشركاء في العالم مرة كل بين الفينة والأخرى تجمع تدريبات مشتركة، والهدف منها هو أيضا تدريب الجيش والتعاون، ولكن أيضا نقل رسالة سياسية أنه لدينا مظلة في هذه الحالة على إسرائيل، لدينا تحالف معه ولكنها تحالف دفاعي. هذا التمرين لا يشمل أي سيناريو هجومي، وإنما هو سيناريو يأخذ فقط ما يحدث إذا في حال أن دولة كإيران أو حزب الله على سبيل المثال يقوموا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، ويأتي الأمر
الأمريكان لنجدة ومساعدة إسرائيل. هذا يعني أن إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها بذاتها. دائما قالت إسرائيل طالما قالت إنها ليست بحاجة للمساعدة نحن نتدبر أمرنا بأمرنا بيعون أسلحة فقط. ولكن منذ العام 1991 منذ صدام حسين وصواريخ سكاد لا تتدبر إسرائيل أمرها بنفسها. هي تريد أن تأتي إلى هنا سفن أمريكية تحدثهم عن 2500 جندي 400 منهم موجودون على السفن وأكثر من 2100 يتجولون في إسرائيل. وهذا يعني أن إسرائيل تنقل الرسالة للعالم وبالأخص للشرق الأوسط إننا نحن نستطيع أن نتلقى الضربات ولكن لدينا أيضا صديقة وهي الولايات المتحدة. وإذا قمتم بضربنا بالصواريخ ستضربون وتمسون أيضا الأمريكان وحين لديكم مشكلة ليس فقط معنا وإنما فقط مع أيضا مع الولايات المتحدة. لذا أن هنا يوجد رسالة للربع أيضا. نعم سيد خميس على الرغم من أن هذا تدريب وتدريب لربما دائم كل سنة أو سنة في السنة مرتين يحدث ما بين الجيش الأمريكي والإسرائيلي إلا أن توقيت هذا التدريب في هذا التوقيت لربما له رسائل عديدة في ظل تواجد إيران في سوريا في ظل خطر ما يقولونه من حزب الله اللبناني وطور أسلحته الصاروخية وأيضا الخطر لربما من حركة حماس القريبة من إيران في الآونة الأخيرة. أولا وقبل كل شيء أنت قلت التوقيت. التوقيت هنا يكسب هذه التدريبات أو المناورات أهمية ومغزى أمني سياسي متشعب. أولا رسالة واضحة لإيران التي تحاول التموضع في سوريا وفي لبنان أمر يؤرق مضاجع الإسرائيليين. هنا رسالة بأن إسرائيل هي ليست لوحدها بل معها أقوى وأعطى قوة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. والعلاقات المتميزة اليوم بين إسرائيل وأمريكا هي علاقات يشار إليها بالبنان عسكريا أمنيا استراتيجيا تكتيكيا سياسيا. هناك أيضا مغزى ثاني يعني يراد من هذه المناورات هو أيضا إرسال أو إفادة رسالة على مدى العلاقات الوطيدة اليوم القائمة ما بين الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب والرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو على نقيض من العلاقات الموتورة المتوترة التي كانت تسود أيام باراك أوباما في البيت الأبيض وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي. قد يرى البعض بأن هناك أيضا مغزى إلى إسرائيل داخليا. البيت الأبيض الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل وتدعم إسرائيل بقوة بفضل العلاقات المميزة القائمة اليوم ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض. ولكن أهم شيء هو رسالة إقليمية لدول لا سيما إيران وكذلك حركة المقاومة اللبنانية حزب الله. الولايات المتحدة الأمريكية موجودة هنا لدعم إسرائيل ولتدعيم الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالرفض الإسرائيلي لوجود أو التموضع الإيراني في سوريا وفي لبنان. نعم سيد أمير لديك التعقيد. ندملي خميس أعتقد أن خميس يكني أهمية أكبر من اللازم من اللزوم للمدى المستوى السياسي. لكن صحيح أن في نهاية الأمر كل شيء يأتي يصل إلى مصادقة وزير الدفاع والرئيس. ورأينا مؤخرا في كوريا عندما كانت الأولمبياد الشتوية أجل الأمريكان التدريب الذي كان والمناورة التي كان يجب أن تتم مع كوريا الجنوبية كي لا تحدث توتر. من هذه الناحية محق ولكن التدريب يعكس أكثر مما تقوله بالنسبة لترامب ونتنياهو العلاقات الجيدة بين الجيشين. الجيش الأمريكي هو القوى والقيادة الأوروبية يوكون والجيش الإسرائيلي يتعاونان بغض النظر عن من هوية الرئيس أوباما بوش أو كلينتون والآن ترامب. ما المهم هو أن الجيشان الجنرالات والجنود يتعرفوا أحدهم على الآخر وقد تكون هناك فترة أيضا برود في العلاقات حتى صقيئا في العلاقات بين البيت الأبيض ودولة وحكومة إسرائيل. ولكن الجيشين وقوى الأمنية يتعلمون كيف يدرسوا ولكنهم صحيح ينتظرون الموافقة والمصادقة من أعلى المستويات السياسية. هذا على المستوى السياسي تحدث عنه سيد خميس بنقاط مهمة أيضا وأنت تحدثت عنه. على المستوى الأمني والعسكري أيضا يأتي هذا بالتزامن مع قرع طبول الحرب لربما بين الجبهة الشمالية في إسرائيل أو حتى الجنوبية. رأينا تصعيد أخير مع قطاع غزة رأينا تصعيد أخير مع إيران لربما في سوريا وحتى لربما القادم مع حزب الله. إذن أيضا هناك رسائل عسكرية لربما في هذه المناورات. نعم هناك رسائل عسكرية تخص بالدفاع الصاروخي. الأسبوع الماضي سمعنا فلاديمير بوتين يحدث ويقول أن يوجد لديهم صواريخ اليوم تستطيع أن تنتصر على الدفاعات الصاروخية الأمريكية وهنا إسرائيل شريكة بها. يأتي الأمريكان هنا ويقولون ربما لدى بوتين صريخ كهذا أو ذاك أو ربما لا يزال الأمر على ورق فقط أو ضمن
اختبارات وهو يقول لدي هذه الصواريخ، نحن نجلب السفن، نجلب الكتائب من الصواريخ المضادة للصواريخ، لدينا أيضا رادار ولا يوجد عملية رادار أمريكي ينظر إلى البعيد باتجاه الشرق وربما حتى يصل مداه إلى إيران ويرى كل ما يتم إطلاقه من هناك من هنا. ويقول الأمريكان أن التكنولوجيا الغربية الخاصة بنا أفضل من التكنولوجيا الشرقية. نعم هذا متصل أيضا بالنقطة أنه أن الإيرانيين والروس موجودين الآن في سوريا أيضا، ولكن لدى إسرائيل، إسرائيل تملك شيء لا تملكه أي دولة أخرى في المنطقة ويشمل الولايات المتحدة طائرات F-35. هذه الطائرات المقاتلات عندما موجودة تكون موجودة في الهواء حتى قبل أن تطلق صاروخ واحد يمكنها أن ترى كل المنطقة وترى ما يفعله الروس والإيرانيين في المنطقة. لذلك فإن الأفضلية والفوقية لا تزال لدى الغرب الأمريكان والإسرائيليين. نعم فيما يتعلق بذات النقطة سيد خميس، على الرغم من العلاقات القريبة لربما بين بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك من يقول بأن هذا التدريب العسكري الأمريكي الإسرائيلي تريد الولايات المتحدة الحفاظ والإبقاء على هذه القوة العسكرية الإسرائيلية المهيمنة حتى في الشرق الأوسط وحتى في الدول أو على الدول العربية القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الرئيس السابق باراك أوباما التي تميزت علاقاته بالتوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يقول دوما بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة لتفوق إسرائيل عسكريا على جيرانها. يعني هذا ينسجم مع ما قاله الأستاذ أورين هنا. ما أود أقوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام أخلاقي استراتيجي تكتيكي تاريخي بضمان التفوق إسرائيل، تفوق إسرائيل عسكريا على جميع جيرانها. هذه استراتيجية للأمد البعيد يدعمها البيت الأبيض المتعاقب وكذلك الكونغرس، من السنات والكونغرس يدعمان هذه السياسة بأن على الولايات المتحدة أن تضمن تفوق إسرائيل لكون إسرائيل الحليف الحقيقي الأول والأساسي للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن السعودية حليفة والإمارات حليفة وجمهورية مصر العربية حليفة، ولكن في العقلية الأمريكية الأمريكيون يدركون جيدا بأن هم فقط في كل الظروف يستطيعون أن يراهنوا فقط على التحالف مع إسرائيل، لأن إسرائيل مستقرة أمنيا سياسيا داخليا خارجيا. الدول العربية نحن نعرف بأن يعني الأوضاع يعني هنالك عدم استقرار أمني، صحيح بأن الأمن مستتب في السعودية وفي مصر، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في إسرائيل الحليف الأول والقوي، لذلك هي تضمن وتسعى إلى ضمان تفوق إسرائيل عسكريا. وهي تقول دوما بأن أي اعتداء سافر من إيران على إسرائيل سوف يعتبر اعتداء سافرا على الولايات المتحدة الأمريكية. على فكرة قيلت هذه الأقوال حتى إبان عهد الرئيس باراك أوباما. هناك ثلاث نقاط قصيرة متصلة أحدها بالأخرى. الأولى هي أن الضربة المسبقة، يقول الأمريكان إسرائيل حتى لو كنتم تخشون أنكم قد تتعرضون لهجوم لستم بالضرورة أن تضربوا أولا لأننا سنساعدكم ولن يقضوا عليكم. نقطة أخرى متصلة بذلك، حتى لو كنتم تخشون أنكم عرضة للخطر لا يجب أن تستخدموا السلاح النووي. النقطة الثالثة وهي أنكم تستطيعون الانسحاب من الأراضي المحتلة لأننا سنقدم لكم التعويضات، كما كان هناك انسحاب من سيناء وبدأت إسرائيل تحصل على الدعم العسكري هدية. في الماضي كان ذلك مقابل قردن، الآن كان هدية. لذلك يقول لهم لا تقلقوا، حتى لو انسحبتم من الضفة الغربية نستطيع أن نساعدكم. وهذا موجه للمجتمع الإسرائيلي الذي يعتمد فقط على الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيد أمير، ألا ترى أيضا بهذا التدريب لربما وهذه المناورات دعم معنوي لإسرائيل في ظل ما حدث في الآونة الأخيرة من إسقاط طائرة F-16 إسرائيلية واستطلاعات للرأي للمجتمع الإسرائيلي تقول بأنه لا يثق بالأمن سواء داخليا أو حتى خارجيا؟ ربما، ولكن الناس يعرفون أنه مرة كل فترة تسقط طائرة. المفاجأة أن الأمر يحدث مرة كل 10 أعوام، كانت فترة كان الأمر أكثر اعتيادا. أنت تخطط تدريبا كهذا قبلها بعامين وتعرف أين سيأتي الجنود ليسكنوا، ما هي الوحدات الإسرائيلية التي لن تنفذ أي شيء لأنها بينما تقوم بالتمرين والتعاون مع الأمريكان هناك قوات أخرى تقف متمركزة
جزاف في الحدود. هذا لا يحدث بسبب الاف 16. في نهايه المطاف المجتمع الاسرائيلي يعتمد جدا على الجيش الاسرائيلي، يعتمد على رئيس هيئه الامريكان ايزنكوت، وحتى الوزراء في الحكومه يرون بايزنكوت ك البوصلة الأمنية الخاصة. لذلك لا يوجد خشية في إسرائيل أن إسقاط طائرة F-15 قد ضعضعت الوضع الأمني. سيد خميس باقتضاب يعني هناك أعداد لربما الجنود المشاركين أيضا تضعنا في صورة مهمة، 2500 جندي أمريكي وشارك مع 2000 جندي إسرائيلي، وكان الحديث عن جيش ليس فقط جيش إسرائيلي أمريكي إنما جيش إسرائيلي أمريكي داخلي، جيش واحد. جيش واحد نعم. جيش واحد يعني لا شك. على فكرة أنا أوافق ما قاله أستاذ أورين هنا بأن يعني إسقاط المقاتلة F-16 هذا يعني ربما الطرف الآخر يعني استرسل في الإعراب عن غبطة وبهجة وهلم جرة، هذا لن يغير ولن ينتقص من معنوية إسرائيل. إسرائيل واثقة جدا بأن واثقة وتثق بقدراتها العسكرية، تعتمد على جيشها وتعتمد على القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، وأضف إلى ذلك تعتمد على حليفتها الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات الإسرائيل عندما نتحدث، كل من شاهد التقرير الآن يتحدث، ترى مدى التلاصق ما بين الجنود الأمريكيين والإسرائيليين. يعني هذه الصورة يعني تساوي آلاف الكلمات، لها معان كثيرة. لذلك أنا أقول بأن ليس يعني لا يدور الحديث عن مناورات مشتركة، إنما ربما يدور الحديث عن مناورات لجيش واحد مؤلف من أمريكيين وإسرائيليين. نعم. وفيما يتعلق بالطائرة حتى هناك من وصفها بأنها حادثة نوعية على الرغم من قوة سلاح الجو الإسرائيلي كما يقال. لا شك في لا شك لا شك. نعم. يوسف في الاستوديو ستبقون معي. مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل إلى الملف الرابع والأخير. يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها بكبار المسؤولين السياسيين المصريين وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. زيارة تعتبر الأولى من نوعها خارجيا منذ تولي بن سلمان مناصب الحكم، وتأتي في عقاب الحديث عن عدة أزمات في الشرق الأوسط، فسيتم الحديث عن القضية الفلسطينية وصفقة القرن، فضلا عن ملفات إقليمية أخرى على رأسها المقاطعة لقطر والأزمة في اليمن والأزمة سوريا ومكافحة الإرهاب. أرحب مجددا بضيوفي في الاستوديو. سيد أمير أورن مرحبا بك مجددا، وسيد خميس أبو العافية، هذه زيارة أولى من نوعها خارجية لمحمد بن سلمان منذ توليه مناصب الحكم في المملكة العربية السعودية، زيارة مهمة لربما على مستوى العلاقات الثنائية، ولا بد من الإشارة أن تأتي بعد يوم من إعلان المحكمة الدستورية المصرية عن أن جزيرة تيران وصنافير هي جزيرة سعودية أو جزيرتان سعوديتان. العلاقات اليوم ما بين السعودية ومصر هي علاقات مميزة ومتميزة، لا يمكن تغاضي ما يدور من تطورات. أولا وقبل كل شيء التأكيد، المحكمة الدستورية على أن جزيرتين تابعتين للمملكة العربية السعودية، وبذلك يتم إسدال الستار على النقاش الذي دار في جمهورية مصر العربية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة. هنالك من اتهم الرئيس السيسي وكأنه ويفرط بأراضي المصرية بجزيرتين مصريتين لقاء حفنة من الدراهم أو الدولارات السعودية. هذه النقطة. النقطة الثانية، التوقيت هو توقيت مهم جدا. نحن نعرف بأن ولي العهد السعودي الأمير سلمان محمد بن سلمان قام بإقالة غالبية قيادة العسكرة في القائد العام للجيش السعودي وقائد الطيران وهلم جرة. العنوان الرئيس هو بأن بسبب إخفاق الجيش السعودي في الحرب على الحوثيين في اليمن، ولكن هنالك من يقول بأن هنالك أسباب خفية داخلية تعود إلى التوتر القائم اليوم في القصر الملكي السعودي. هذه النقطة. ما يؤرق مضاجع ولي العهد السعودي والسعودية هو المحاولة التموضع الإيراني في سوريا، وكذلك محاولة إيران لبسط هيمنتها في باب المندب وفي اليمن وفي مناطق أخرى في الخليج وهلم جرة. السعودية اليوم بحاجة ماسة إلى دولتين إقليميتين لا يمكن تغاضيهما، جمهورية مصر العربية وكذلك إسرائيل. ربما ليس مريحا للسعوديين التحدث
جهرا وجهارة على العلاقات والتعاون الاستراتيجي مع إسرائيل، ولكن بالطبع الأمر مريح لهم بالتحدث عن مدى العلاقات والعمق الاستراتيجي ما بين السعودية ومصر. محمود عبد الفتاح السيسي بأمس الحاجة إلى دعم سعودي اقتصادي. على فكرة اليوم سمعت بأن مجمل ديون الخارجية لجمهورية مصر العربية قد بلغ 200 مليار دولار، وهو 4 تريليون جنيه مصري، ويقال بأن الفائدة على هذا المبلغ هو 400 مليار جنيه سنويا. لذلك مصر بأمس الحاجة لتدعيم ودعم اقتصادي من السعودية، والسعودية بأمس الحاجة إلى وقفة مصر الدولة الشقيقة العربية الكبرى في مجابهة التحديات الخارجية وربما الخارجية. فمصر يعني على استعداد لتوثيق العلاقات ولدعم السعودية، وهناك من يقول بأن كل شيء ولديه الثمن. ما هو الثمن؟ لا أحد يعرف. نعم سيد أمير، هناك من يقول بأن هذه العلاقات المصرية السعودية على الرغم من أهميتها لها هناك محرك رئيس لها وهو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير خفي للعلم بأن وجود الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن مع حلف عربي ألا وهو المملكة العربية السعودية وحتى مصر وإسرائيل ربما كما يقول. انظر، يجب أن ننظر بشكل أوسع أو معمقا من ناحية تاريخية. يوجد في الشرق الأوسط ثنائيان، الأول في الجانب الشرقي الإيران والسعودية، والآخر في الجانب الغربي وهو مصر وإسرائيل. هذه الدول المهمة بالطبع، يوجد العراق والسعودية وسوريا والأردن والآخرين، ولكن إيران والسعودية في الخليج وهما تتناقشان وتختلفان إذا كان الخليج العربي أو الفارسي، ومصر وإسرائيل في هذه المنطقة. ما حدث في سنوات 60 كان الناصر في مصر بمواجهة السعودية. السعودية حتى تلقت مساعدة من إيران وبشكل سري أيضا من إسرائيل. ما هو الواقع اليوم؟ اليوم الواقع مختلف. إيران مواجهة السعودية، السعودية تبحث عن حلف مع مصر وبشكل سري كما قيل مع إسرائيل أيضا. ظهرت قبل أيام في الكونغرس القائد الأمريكي للسنتكو، القيادة التي تشمل كل هذه الدول ما عدا إسرائيل، الجنرال جوزيف بوتل، وقال بشكل واضح: نحن بحاجة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي بات يغلي تحت يغلي من تحت الأرض، لأنه يضايق علينا ويفشل لنا العديد من التحالفات. ويتحدث عن السعودية، لأن السعودية لا تستطيع أن تأتي إلى تحالف مشترك مع إسرائيل علنا ولا حتى من له رغم المصالح المشتركة، ولا تستطيع فعل ذلك طالما إسرائيل تتحرك باتجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لذلك فإن إيران هي عدو مشترك وتحت الطاولة تتم الكثير من الأمور، ولكن إذا كانت إسرائيل ترغب بأن تعلن علاقاتها مع السعودية وترفعها قيمة ومع العديد من الدول الأخرى في منطقة الخليج، رأينا ما حدث على فكرة مع السعودية والإمارات التي فجأة تفحص إذا كانت الإمارات تحاول التأثير على إدارة ترامب. لذلك يجب أن نتقدم باتجاه حل الصراع. نعم، بنقطة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيد خميس، وإذا أردنا أن نضع الملفات الهامة على جدول أعمال ولي العهد السعودي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأزمة اليمنية والأزمة السورية، هناك ملف هام وهو قضية صفقة القرن، خصوصا بأن ولي العهد محمد بن سلمان سيتوجه إلى لندن ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي هذا بالتزامن مع الحديث عن ملامح الصفقة الأمريكية عن مؤتمر أمريكي عربي قريب لربما في شهر 4 الشهر المقبل حول هذه القضية. قد يشكك البعض بأن ما يقلق ويهم اليوم القيادتين المصرية والسعودية هو الملف الفلسطيني. هناك ملفات تستقطب وتستحوذ على اهتمام الدولتين، هو التموضع الإيراني في سوريا والتموضع الإيراني في دول الخليج، هو الإرهاب الذي يحاول أن يضرب أطنابه في شبه جزيرة سيناء، والمشاكل الاقتصادية تؤرق مضاجع مصر، هنالك مشاكل سياسية وتحديات خارجية وداخلية للسعودية بالأخص لولي العهد محمد بن سلمان. هذه القضايا يعني ستحتل جل لقاء القمة ما بين الزعيمين. هل أنا أعني بأقوالي بأن سيتم يعني سوف لا يتم التطرق إلى بالحديث بإسابة عن ملف الفلسطيني؟ أقول لك لم أقصد ذلك.
سيتم التطرق إلى القضية الفلسطينية، وسيتم وسيخرج الزعيمان بتصريحات يعني لاستهلاك داخلي وخارجي بأن الدولتان السعودية وجمهورية مصر العربية ملتزمتان لحل الدولتين، دولة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الشريف وهلما جرى. السؤال هنا، هل سيكون أي وقع لهكذا تصريح على البيت الأبيض الأمريكي؟ أنا أقول لك يعني أشكك. البيت الأبيض الأمريكي اليوم لديه سياسة واضحة، هنالك تراجع فيما يتعلق بحل الدولتين، وهنالك أيضا وعد من قبل الرئيس دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال قمة منتجع دابوس، قال له لقد أزلنا وأزحنا ملف القدس نهائيا عن مائدة المفاوضات. نعم. هل السؤال، هل مصر والسعودية سوف تستطيعان بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لحمل على تغيير موقفها؟ أنا لا أعرف. نعم سيد أمير، هذه وجهة نظر يتحدث عنها بأن الملفات الرئيسة لربما تموضع إيران في سوريا وفي الشرق الأوسط، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن الملف الأساسي في هذه الزيارة هو ملف القضية الفلسطينية وصفقة القرن والتحضير لها. هذا ليس بالضرورة النقطة المركزية، ولكنها مسألة يجب معالجتها، لا يمكن طرحها جانبا طوال الوقت ونعالج أمور أكثر طارئة. الولايات المتحدة قللت كثيرا تعلقها بالنفط السعودي، في السنوات الأخيرة يشترون أقل من النفط السعودي وأكثر من العراق وينتجون أكثر في الولايات المتحدة. محمد بن سلمان هو الشخصية الأكثر إثارة في الفترة الأخيرة، كان لدينا زعماء شباب، ناصر عبد الناصر كان شابا، قذافي كان شابا، محمد بن سلمان لأنه يأتي من منظومة محافظة جدا ملكية ولطالما أدارها المسنون، هو يدخل الآن السعودية للقرن 21، يشمل التطرق ومعاملة النساء، وحتى رأينا أنه في محاولة إدارة المنطقة رأينا ما حدث مع لبنان عندما احتجز الحريري وعندما حاول محاربة الفساد، ولكن ليس بمحاربة ذاته. طبعا لديه الكثير من الأموال، بالطبع لا يتنازل عن كثير من الأمور الممتعة. سيكون مثيرا أن نرى إذا كان في السنتين الثلاثة المقبلة، بالطبع إذا أصبح ملكا بديلا للملك سلمان سنرى سعودية جديدة هنا، سيكون المثير أن نرى كيف سيتم ماشى ويتدبر أمره مع الزعماء الآخرين في المنطقة يشمل السيسي. نعم سيد خميس، أيضا ما أبسط لربما القيادة السعودية في الآونة الأخيرة عندما حدثت أو صدأت قضية قطر والأزمة الخليجية ما بين قطر والدول الخليجية، موقف مصر من هذه القضية التي وقفت إلى جانب الدول الخليجية. مصر لديها حساب طويل مع قطر بسبب قناة الجزيرة. نعم. وليس فقط لمصر بل يعني دول عربية كثر لديها مشاكل مع قطر بسبب التغطية الإعلامية لقناة الجزيرة واتهامها وكأنها هي تحاول أن تؤلب الجماهير العربية ضد الأنظمة وضد القيادات في الدول، هذا وفق ما هم يقولون. أقول لك بأنني أنا يعني أراهن على وجود احتمال لانفراج في التوتر ما بين الدول الأشقاء في الخليج مع قطر، وأستشف ذلك من مكالمة هاتفية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأول مع مع أمير قطر. هنالك تم إثارة ملفات عدة، لا سيما ملف المقاطعة الدول الخليجية لقطر. أنا أقول لك كما يقال بالعامية أول الرقص حجلان، أقول لك بأنني يعني أستشف وشم رائحة ربما انفراج يعني لتسوية الخلاف ما بين الأشقاء العرب. مصر دعمت السعودية لأن مصلحتها تؤيد وتفرض عليها الدعم السعودية في مجابهة قطر بسبب قناة الجزيرة. مراسل صوت القاهرة والمحلل السياسي سيد خميس أبو العافية، شكرا جزيلا لك، والخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد أمير أورن، شكرا جزيلا لك أنت أيضا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إلى المناظرة اليومية، ابقوا معنا.